أعلنت بلدية الكويت عن بدء حملة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة في جميع المحافظات خلال شهر أبريل الحالي. أوضحت البلدية في بيان أن الحملة ستركز على تعديات أملاك الدولة وتعديات مناطق البر في كافة المحافظات من قبل الفرق الرقابية، وستشمل المناطق الصناعية والتجارية والاستثمارية والبر. وأكدت على جميع الفرق الميدانية في جميع المحافظات الالتزام بالقوانين وعدم التهاون مع أي مخالفات وتعديات تم إنذارها قبل الإزالة. بناء على توجيهات مدير عام البلدية المهندس عود دبوس، تم جولة ورصد هذه المخالفة اللي هي عبارة عن تعديات على أملاك الدولة، إقامة مظلات في ممرات، تم توجيه انذار لهم ولم يتم الإزالة من قبلهم، والآن قسم الإزالة يقوم بإزالة التعدي، وسوف يستمر حملة الإزالات هذه على جميع محافظة حوالي جميع التعديات على أملاك الدولة. بناء على توجيهات مدير عام البلدية المهندس سعود دبوس، قام فريق الإزالة التابع لمحافظة حوالي بإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهي مثل ما انتم شايفين مظلات قائمة، وأول شيء تم توجيه لهم إنذارات بناء على المخالفة، وما تمت الإزالة إلا أن قامت البلدية في دورها الفني في إزالة هذه التعديات على أملاك الدولة.